السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن حادثة جديدة وخبر جديد لسه حاصل من شوية. طبعا احنا اتكلمنا امبارح عن محمود البنا ومحمد راجح، فتقريبا كده الاخبار بتيجي كلها مع بعض. المهم الشاب اللي قدامكم ده اسمه محمد، الشاب ده حب ان هو يشتغل بالحلال وما يبقاش زي البلطجيه اللي احنا بنشوفها واللي كل يوم بنتكلم عنها وبنسمعها. فحب ان هو يشتغل بالحلال، ف اشتغل شغل هاند ميد وحب ان هو يبيعه في القطر. طبعا احنا بنشوف في القطر شغلانات كتير، فحب ان هو يعني ده اكيد دور على شغلانات تانية واكيد حاول ان هو يشتغل شغلانات تانية، فده اللي قدامه. فكان راكب في القطر من اسكندريه للقاهره وما معهوش فلوس ان هو يدفع التذكره. فبعدين هو قاعد في القطر فجاله الكمساري بيطلب منه ان هو يدفع حق التذكره. قال له ما معيش، انا بشتغل شغل هاند ميد وطلع ان هو القطر ابيعه وما معيش حق التذكره. فالكمساري طلب منه ان هو ينزل من القطر. طب هينزل ازاي والقطر ماشي؟ يعني في حد في الدنيا يطلب طلب زي ده؟ فقال فمحمد ده يعني قال له ماشي وكده وصبر على اساس ان هو هيروح ومش هيرجع له تاني. فالكمساري رجع له تاني وقام قايل له إيه انت لسه ما نزلتش ليه؟ إيه انت يا تجيب حق التذكره يا تنزل دلوقتي من القطر وهو ماشي. فيعني محمد هيعمل ايه؟ ما قدموش حاجه غير ان هو يسمع الكلام. وطبعا هو هدده ان هو ينزل دلوقتي حالا من القطر وهو ماشي، يا اما هيطلب له الشرطه ويقول لهم ان هو ما دفعش حق التذكره على اساس ان القطر ده قطر كده ماشي في السماء، يعني ماشي بين السحاب، اللي هو قطر ما فيش زيه، ان هو مش من حقه ان هو يركبه، مش عارفه قطر 5 نجوم ومش من حق اي حد ان هو يركبه. طب فين الناس اللي كانت قاعده وشايفه الموقف ده؟ محدش معاه ان هو يدفع له. فالمهم هو لقى نفسه يا اما هيتحبس، وطبعا اكيد هيتحبس، يا اما ينط من القطر وهو ماشي. وهو قدامكم زي ما انتم شايفين يعني يعني تخين شويه، انه مش هيقدر ان هو ينط من القطر في مسافه بعيده. فالكمساري قال له وخد ده معاك كمان، شخص تاني كده قال له خد ده معاك كمان ما دفعش حق التذكره ونطوا انتوا الاثنين. فهو بين خيارين، وده انا مغلطاه يعني ربنا يرحمه اولا، بس مهما حصل ما ينفعش حد يرمي نفسه في التهلكه، تمام؟ المهم نط هو واللي معاه، عشان محمد ده جسمه تقيل شويه فوقع تحت عجلات القطر، ويعني ربنا يعافينا يا رب، تمام. التاني بقى طار لبعيد شويه، وقع لبعيد شويه فحصل له قطع في رجله، برضو ربنا يعافينا باذن الله يا رب، احنا واي حد. فالمهم انا بس عايزه افهم حاجه، فين الناس اللي كانت موجوده في القطر؟ يعني انتوا بتتفرجوا على ايه؟ يعني لسه قايله في فيديو امبارح واحده كانت واقفه بتتفرج على واحد هو بيتقتل تحت بيتها وعادي خالص. انتوا بقى كل اللي في القطر دول انتوا كنتوا فين؟ للدرجات الغباوه يعني للدرجات دي؟ شايفين واحد بينط قدامكم محدش راضي يتحرك، وبعد ما نط ووقع ومات والتاني وقع ورجله اتقطعت، رايحين تعملوا بس ولا رايحين تعملوا سجلوا فيديو من قلب القطر وزعلانين ومقهورين قوي ان هو رمى نفسه؟ طب دول كانوا فين بقى؟ كانوا فين وانت شايفينه؟ يا اما يختار كده يا اما يختار كده، هو غلطان ان هو اختار كده. بس يعني ما نعرفش بقى ايه اللي كان في دماغه ساعتها، شايف ان هو فعلا هيتحبس؟ مع ان يعني حرام، انا بشوف في الدول المتقدمة حركة زي دي الكمساري ذات نفسه ولا هيدفعها من جيبه، بشوف كده، بشوف ده الاسلام، ان انا مش هقول لواحد يا ترمي نفسك تموت الثانية دي يا اما تدفع لي حق التذكرة وانت ما معكش. طب هو ايه اللي اجبره ان هو يعمل كده غير ان هو ما معهوش؟ ما هو لو لقي شغلانة عدلة ولا لقي فلوس عدلة ما كانش رمى نفسه كده. يعني دلوقتي مات عشان 70 جنيه، يعني امه اتحرمت منه واهله اتحرموا منه عشان 70 جنيه. يعني شاب عاش طول عمره ومربته وخلفته وتعبت في تربيته، في الاخر يروح هدر عشان 70 جنيه؟ ايه قلة الدين دي؟ ايه قلة الدين دي؟ ازاي يعني ارواح الناس بقت كده عادي؟
انا مش غيظني غير الناس اللي كانت في القطر، انتوا كنتوا فين؟ انتوا بتيجوا بعد ما المصيبه بتحصل وبعدين تعملوا بس بتعملوا فيديو وشاب رمى نفسه وعيط بقى وانهيار، شاب رمى نفسه ومات وحصل طب انتوا كنتوا ساكتين ليه؟ خايفين؟ شايفين ان هو مستحيل يعمل كده ويرمي نفسه؟ طب هو واحد ممكن يكون تعب من الدنيا، خايف، ربنا يرحمه. طيب انتوا ما وقفتوش ولميتوا من بعض؟ لو كل واحد كان لم من كل واحد في القطر جنيه، 70 واحد كان هيدفع له الفلوس هو واللي معاه. اللي معاه دلوقتي لما بقى عاجز هيعمل ايه؟ بعد ما كان برضه طالع يشوف له شغلانة ولا حاجة هيعمل ايه؟ هيشتغل ايه بعد كده؟ انتوا بتساعدوا الشباب انها تشتغل؟ انتوا كده بتساعدوهم ان هم يشتغلوا ولا بتساعدوهم ان هم يموتوا؟ واحد طلع يشتغل بالحلال، ما ساعدوه وقفوا جنبه عشان يكمل في الحلال بدل ما يروح للحرام؟ انتوا كده استفدتوا ايه؟ بلاش ان احنا نقف نتفرج على بعض كده. انا ساعات ارجع اقول لنفسي كده، ما يمكن الناس اللي كانت في القطر دي ما معهاش من قلة الحيل، بس جنيه، جنيه من كل واحد، معقولة ما معكش جنيه؟ معقولة يعني ما لو لميته من بعض مش هتعرفوا تدفعوا له حق التذكرة؟ معقولة لو كلكم وقفتوا ضد الكمساري ده مش هيسكت؟ دلوقتي بقى انا لسه شايفة فيديو من شوية، واحد واقف في القطر وماسك التليفون وبيتكلم، وحصل وحصل وحصل. طب انت كنت فين سيادتك طالما انت محموق قوي كده ان انت تدافع عنه؟ ما دافعتش عنه قدام الكمساري ليه؟ احنا اصلا ناس سلبيه، احنا بنحب نزيد في الزيطه كده ونحب نشوف المصيبه وفيديوهات وبوستات وهاتوا حق وهاتوا اعملوا. طب انتوا كنتوا فين؟ ليه بتيجوا بعد ما المصيبه تحصل؟ يعني على راي محمد هنيدي، ليه بتيجوا بعد المصيبه ما بتجوش قبل المصيبه؟ ايه السلبيه اللي بقت الناس فيها دي؟ ارواح الناس مش لعبه. لما واحد امه واهله يتحرموا منه عشان 70 جنيه، دي بقت قمه الاستهتار اللي انتوا بتعملوه ده لكل اب وام شافوا الولد ده وهو بينط. يعني مش عارفه اقول لكم ايه، انا مش عايزه اشتمكم عشان ما اخدش الذنوب بسببكم، مش عايزه اشتمكم. كل واحد وقف اتفرج على ذنب، انت شايل الذنب زيك زيه، امنع الذنب. انت ما عندكش عقل، ما عندكش ايد، ما عندكش لسان ان انت تخاطب اللي قدامك ده تمنعه ان هو يعمل كده؟ عادي انت شايفين واحد رايح ينط، نط يا حبيبي، نط يا ابني، ايه اللي انتوا فيه ده؟ كل يوم بقينا نشوف حوادث، بقينا نشوف مصايب، نشوف حوادث ونشوف مصايب عشان احنا ما بقاش قلبنا على قلب بعض. بقينا كلنا واقفين كده بنتفرج، اللي عايز يعمل حاجة في حياته يعملها، ما يعني هو حر، بقينا نقول كده في نفسنا. طب ليه؟ احنا لو كلنا خوفنا على بعض مش هيحصل كل اللي احنا فيه ده. الكمساري ده ليه ما اعتبروش ابنه ولا اعتبره يعني واحد غلبان معهوش فلوس؟ يعني هينقص حتة من القطر لو فضل قاعد لحد ما يوصل؟ طب استناه لما يوصل للمحطة الجاية وينزل. يعني للدرجة دي الجحود؟ يعني للدرجة دي ارواح الناس بقت فراخ فراخ كده عادي؟ يعني الدرجة دي لما واحد يبقى في سن زي ده، يعني ممكن يكون خاطب متجوز على وش جواز، تضيعوا له مستقبله وحياته كده؟ حاول ولا قوة الا بالله، انا مش عارفة اقول ايه بجد والله، انا مصدومة من الخبر ده، مصدومة. يعني انا شفت الخبر ده، اعرفوا ان طالما مفيش حق حد جه احنا هنفضل نعمل كده. يعني عارفه كويس ان الكمساري ده مش هياخد عقاب، والله عارفه، والله عارفه كويس جدا ان هو مش هياخد عقاب، لان اللي قبله ما خدوش. انا لسه قايله امبارح في الفيديو حق محمود ما جاش لان اللي قبله ما جاش، شفته امبارح، شوفوا بقى النهارده. يعني الجو العام اللي بقى في البلد ده يعني خنقنا، احنا بقينا نفتح الفيسبوك بقينا نتخانق من الحوادث ومن الاخبار اللي فيه ومن قلة الدين وقلة التربية اللي الناس بقت فيها. احنا بقى عايزين حقه، عايزين حقه، ده لو عرفت تجيبه حقه، اتكلموا عنه، اتكلموا عنه، حرام ارواح الناس دي تروح.
اتكلموا كلكم، اتكلموا عنه كفاية اللي راحوا قبل كده، اتكلموا بقى عن يعني خدوا موقف جد وهو حقه هيجي.